اصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا معلوماتيا تناول خلاله الدور الكبير الذي تلعبه صناعه الطيران العالميه في التقدم الاقتصادي والاجتماعي اشار المركز الى انه على الرغم من هذا الدور فان استهلاك صناعه الطيران العالميه للطاقه حظي بالاهتمام بسبب العواقب البيئيه اللاحقه لافتا الى ان قطاع الطيران يسهم بنحو 2% من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون العالميه في ظل تعافي الطلب على السفر الدولي في اعقاب جائحه كورونا